أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، مرة تانية رجع لكم مستر كامل مع منهج الصف الثالث الثانوي في اللغة الإنجليزية. ونهاردة هناخد يونيت 3. يونيت 3 بيتكلم عن الومن إن هيستوري، ولازم عشان نعرف يونيت 3 كويس لازم ندرس الفوكاب بتاع يونيت 3. فالفوكاب دوت، الكلمات دي، الوردز ديت مهمة جدا نفهمها عشان بعد كده نقدر نفهم التكست. من الكلمات المهمة اللي نعرفها في يونيت 3 كلمة امبرس، يؤثر، لايسنس، سولو، منفرد، امبريشن، كوين، باراميديك، امبرسيف، نيرسينج، سيوتبل، ليتراري، برنسس. كلمات مهمة جدا. كورس اوف تريتمنت، برايم مينستر، انسبيتيك، مطهر، اوبن اسكول، يفتح مدرسة، اسولو فلايت يعني رحلة طيران منفرد يعني يسوق لوحده، فلاي بلين يقود طائرة، رولر حاكم، بريزيدنت رئيس، مينستر وزير، وونديد سولجرز اللي هم الجنود الجرحى، فلاينج طيران، ذا باسيفيك اوشن المحيط الهادي، ذا بريتش ارمي، ذا سكند وورلد وور الحرب العالمية الثانية، نيرسينج سكول مدرسة التمريض، هايجين النظافة الشخصية، أدماير يعجب، كويستشنير استطلاع أو استبيان رأي، كواليتيز صفات، فيزيكال فيتنس اللياقة البدنية، أبلين كراش تحطيم طائرة، نيرسري سكول حضانة، سينيتيشن اللي هي الصحة العامة. يبقى هايجين نظافة شخصية، سينيتيشن صحة العامة، ادميريشن اعجاب، اكيوبيشن يعني المهنة او الوظيفة اللي هي ستيوتبل ستاندرز دوكيومنتس مستند، اديشنال انفورميشن معلومات اضافية. لما اكون عاوز اضيف معلومات اعمل اديشنال انفورميشن، انفورميشن يعني معلومات، ريليجيوس ماترز يعني امور ومسائل دينية، بيرسويد يقنع، A government inspector مفتش من قبل الحكومة، مفتش حكومي، research assistant باحث مساعد، alternative يعني بديل، لما الواحد يجيب عاوز يعمل حاجة ومش لاقيها ممكن يكون في بدائل alternatives، solistic يعني عازف منفرد، political matters مسائل سياسية، political يعني سياسي، شوف هنا جت political adjectives للمطرز، confident يعني ثقة، جاء من confidence الثقة بالنفس، join the university staff يعني ينضم لهيئة التدريس بالجامعة، degree درجة علمية. كمان في الفوكاب مهم أو نعرف البروبوزيشن والإكسبريشنز اللي في كل يونت. رايت أندر أبن نيم يعني واحد بيكتب تحت اسم مستعار مش اسمه الحقيقي، يعني رايت أندر أبن نيم لما هنشوف دلوقتي في التكست، فلاي أوفر لونج ديستنس يعني يطير لمسافات بعيدة، تو ستارت وذ كبداية، be awarded a degree يمنح درجة علمية، introduce new ideas into hospitals يكون بإدخال أفكار جديدة، similar to متشابه أو مشابه لي، be associated with مرتبط بي association يعني ارتباط، lose her life تفقد حياتها، to sum up باختصار، be over the moon
بي اوفر ذا مون يعني واحد في سعيد جدا very happy. What is special about اللي بيميز الحاجة ديت suitable for دي proposition و expression مهمة جدا. خلي بالنا في expression with get. الاكسبريشن with get مهم، لكن كمان في listening text عندنا درس مهم جدا عن دكتور عيشة عبد الرحمن. دكتور عيشة عبد الرحمن who is known to some people as بنت الشاطئ، يعني هي معروفة عند الناس ان هي بالاسم ده بنت الشاطئ. Is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. من أشهر الناس اللي عند المصريين وفي الثقافة العربية. As well as. خلي بالنا as well as جي وراها verb في ing. As well as وبالإضافة إلى writing books كتابتها للكتب in society and culture في المجتمع والثقافة. She also wrote poems. تكتب قصائد شعرية. And for 50 years wrote for the newspaper. قعدت 50 سنة تكتب في الجرنان الأهرام. During her life, أثناء حياتها, she helped to improve women's position in Egyptian society. ساعدت أن هي تحسن وضع المرأة في المجتمع المصري. ده كان من الأهداف الأساسية من أهداف بنت الشاطئ. دكتور عيشة was born in 1913. تولدت 1913. Her father was an important man. كان باباها شخص مهم جدا. And دكتور عيشة used to go with him to meeting. كان بتروح معاه الاجتماعات. At which she learned. وفي الاجتماعات ديت اللي كانت بتروحها، شوفوا كلمة meetings جي بعدها relative pronouns at which، يعني اللي فيها اللي في الاجتماعات ديت. she learned to read and write، اتعلمت القراءة والكتابة. at a time when many girls didn't go to school، في الوقت اللي كان في كتير جدا من البنات مش بيروحوا المدرسة. عيشة mother encouraged her. كانت بتشجع her daughter to get a good education. إن هي تعلمها تعليم محترم كويس. And as a result والنتيجة عيشة started school at the age of 5. ابتدت تروح المدرسة وهي عمرها 5 سنين. نخلي بالنا من الكلمات المهمة ونخلي بالنا من الاكسبريشن المهم. كل الاكسبريشن ده لما يكون في اليونتس او في التكست نقدر نفهمه اكتر. في كمان واحدة شخصية مهمة جدا اسمها فلورانس نايتنجل. فلورانس نايتنجل was born in 1820. دي اتولدت 1820 into a wealthy family. wealthy جاية adjective للفاميلي، يعني من عائلة غنية in Italy في إيطاليا. But grew up and went to school in England. لكن هي كبرت وراحت مدرسة في إنجلترا. When she was 17 لما بقى عندها 17 سنة she decided that قررت she wanted to be a nurse. كان حاجة غريبة إن هي تقرر إن هي تكون نيرس ممرضة رغم ان هي من عيلة غنية. يبقى اكيد العيلة ما كانوش موافقين على هذا الاختيار. although بالرغم من كلمة although وthough وeven though بالرغم من تورينا الكونتراست التناقض. although her family didn't think that عيلتها ما كانش حابة كده this was a suitable job for their young daughter. حاسين ان دي وظيفة مش مناسبة لبنتهم الصغيرة. however لكن بتساوي but
هاويفر فلورنس ورك ان لندن هوسبيتال، لكن عمل فلورنس في المستشفى في لندن was so effective. effective يعني كان مؤثرا جدا وكان successful جدا that the British government الحكومة الإنجليزية asked her طلبت منها to be in charge of خلي بالنا من expression ده in charge of in charge of يعني مسؤولة عن the nursing of wounded soldier abroad إن هي مسؤولة عن تمريض الجنود الجرحى في خارج البلاد. After working verb هو ing جه بعد after طبعا احنا خدنا قبل كده وقلنا after بيجي بعدها past perfect لكن عشان ما فيش subject قلنا after working اعتبرنا after هنا proposition وأي proposition بيجي ورا noun working دي بقت noun لأن أي verb حطنا له ing تحول noun زي play playing eat eating يبقى after working in Europe بعد ما اشتغلت في أوروبا she returned to England رجعت تاني إنجلترا and opened the Nightingale School of Nursing in London فتحت مدرسة خاصة بالتمريض على اسمها في لندن the first school of this kind وده كان أول نوع من المدارس إن يتفتح للتمريض في شخصية احنا خدنا عيشة عبد الرحمن وخدنا لورانس فلورانس هناخد كمان لطفية النادي In 1932 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at Almaza Airport أول واحدة تلتحق بمدرسة للطيران Her parents didn't want her أهلها ما كانوش عاوزين زي ما شفنا فلورنس Her parents didn't want her to be a pilot مش عاوزينها تكون اشتغل بايلوت بايلوت عن طيار So النادي worked as a secretary اشتغلت سكرتيرة at the airport في المطار to pay for her lessons عشان تدفع مصاريف دروسها When she was only 26 عند 26 سنة النادي became the first woman in Egypt أول امرأة مصرية to have a pilot license تاخد رخصة في قيادة الطائرات In December 1933 she became famous woman بقت مشهورة جدا she flew a solo in an international race عمل الطيران منفرد في سباق عالمي which went from Cairo to Alexandria كان الطيران من القاهرة إلى الأسكندرية. She was only the second woman كانت تاني امرأة ever to fly like this تعمل المحاولة ديت. النادي who had to stop flying after an accident توقفت عن طيران بعد حادثة died توفت فيها in 2002 aged 94 وهي توفت عام عندها 94 سنة however لكن her achievements إنجازاتها الكثيرة encouraged other women شجعت نساء أخريات to have a career in flying إن يخشوا في الكارير في مهنة الطيران ديت for example in 1944 Linda became the first woman teacher أول مدرسة at the flying school and عزيز مهران later became عزة مهران became a director there بقت مديرة هناك قبل ما نشوف الاكسرسايز لازم الأول نخلي بالنا من
الفوكابلري والشخصيات اللي احنا خدناها، لان الشخصيات اللي احنا خدناها ديت مهمة جدا. هنراجع بسرعة عليها عشان نشوف اهم الفوكاب اللي فيها. دكتور عيشة عبد الرحمن هو is known to some people as بنت الشرق. يبقى is known يعني معروفة. خلي بالنا verb to be والتصريف الثالث للفعل الجملة معناها passive، الجملة معروفة يعني هو is known يعني معروفة بالاسم ده. كل ديت subject للجملة is one of the most famous people in Egypt and Arab culture، يعني دي من أشهر الناس في المصريين وفي العالم أو الثقافة العربية، لأن هي كانت بتغذي الثقافة العربية بمنشوراتها وبكتاباتها. عشان كده بيقول as well as، as well as يعني بالإضافة إلى، writing books on a society يبقى society يعني المجتمع بوجه عام، وcommunity يعني مجتمع أقل شوية. society and culture، خلي بالنا من كلمة culture، culture يعني ثقافة. She also wrote poems، كلمة مهمة جدا نراجع تاني عليها. البويمز، poems يعني القصائد الشعرية، وبويتري يعني شاعر. And for 50 years wrote for the newspaper، يبقى wrote for يعني كتبت في newspaper الأهرام. وبعدين بيقول during her life، أثناء حياتها الطويلة ديت عملت حاجة مهمة جدا. She helped to improve، improve يعني حسن ويدعم. To improve woman's position، position يعني وضع، position وضع المرأة كان في مصر ما كانش عاجبها، فعاوزة تحسن وضع المرأة in Egyptian society في المجتمع المصري. عشان كده دكتور عائشة اللي نبدأ بقى بتاريخها وحياتها كيف بدأت. بيقول إن هي اتولدت 1913، her father was an important man. شوفوا خلي بالنا دايما الأدجكتيف يجي after verb to be أو before noun. هي بتقول إيه، her father was an important man. Important man، important the adjective للمن، لكن ممكن يجي الأدجكتيف after verb to be لما أجي أقول مثلا شريف is clever، يبقى clever the adjective بيوصف شريف. دايما الصفة الأدجكتيف بتوصف الاسم فقط. Important man، دكتور عائشة used to، used to مهم جدا expression ده اعتادت أن، ويوزد تو اتعودت على حاجة كانت في الباست في الماضي. يوزد تو لو عاوز أقول هي ما كانتش متعودة في الماضي هقول didn't used to، لكن هنا يوزد تو يعني كانت متعودة. to go with، go with يعني يروح مع، خلي بالنا من كلمة with، go with him، with him قصدها مع مين، مع her father. two meetings، meeting يعني الاجتماعات اللي كان بيعملها، وفي الاجتماعات ده مكان at which في المكان ده في الميتينجز ده she learned to read and write، يبقى هي ابتدت تتعلم القراية والكتابة من سن صغير. at a time، كلمة at a time بيوصف التايم، بيقول at a time when، يبقى when ده بيوصف التايم، بيقول الوقت في الوقت ده، خلي بالنا من كلمة وين، ما قالش وير، قال at a time when، في الوقت اللي many girls didn't go to school، تكلم على الباست يبقى بيتكلم على didn't، didn't go to school في الوقت اللي كان في بنات كتير مش بيروح المدرسة. عيشة's mother، لكن أم عيشة كان عندها awareness، وعي، كانت very clever، encourage her daughter، شجع بنتها to get، تحصل على، كلمة get يعني تحصل على، get ممكن معناها يصل، ممكن يحصل على، ممكن يشتري، to get good education، حصلت على تعليم جيد. and as a result، والنتيجة إن هي بقت لما خدت التعليم الجيد ده
عيشة started school at the age of five. نخلي بالنا من الجزء الثاني ده مهم جدا. دكتور عيشة was a successful at school. كانت شطرة في المدرسة. And went to Cairo University. راحت جامعة القاهرة. فاكرين كلمة at the time قلنا وين؟ جامعة القاهرة Cairo University where؟ عشان ده مكان. يبقى لما نيجي نوصف الزمان بوين ونيجي نوصف المكان بوير. She studied Arabic language and literature. Arabic language and literature يعني اللغة والأدب العربي. Literature أدب البويمز والبويتري والستوريز والبلايز المسرحيات والقصص والشعر ده كله ده اسمه ايه literature. She was awarded هي كوفئت. She was awarded her degree. تخرجت. خدت مكافأة. تخرجت. وخدت شهادة علمية. In 1939. 1939. And then يعني من وقت ده. Join university staff. التحقت بمجموعة المدرسين بتوع الجامعة. Staff بتاع الجامعة. As a research assistant. كباحث مساعد زي مدرس مساعد. In 1942 she was employed اتوظفت as a government inspector مفتشة حكومية for the teaching of Arabic literature للتدريس الأدب العربي. فكانت هي الانسبكتور الجوفرنمنت انسبكتور المفتشة من قبل الحكومة لتدريس للتفتيش على تدريس الأدب العربي. Using the name خدت اسم using the name بنت الشاطئ. خدت اسم استخدمت الاسم ده بنت الشاطئ مش اسمها الحقيقي بنت الشاطئ. دكتور عيشة wrote many books كتبت كتب كتير and articles ومقالات. يبقى books يعني كتب وارتكلز يعني مقالات. In which خلي بالنا من كلمة in which المقالات اللي فيها. She argued for more positive rule اللي كانت بتحس على الدور الإيجابي for woman. Argued for a woman position more position rule for woman in the modern world في العالم الحديث. عاوزة تخلي الامرأة أو المرأة المصرية لها دور فعال في العالم الحديث. دكتور عيشة was a respected teacher. كانت مدرسة محترمة جدا and taught at many universities. وعلمت في جامعات كتير. Across the Arab world في مختلف البلاد العربية with her husband بروفيسور أمين الخولي. كانت هي وزوجها أمين الخولي. دكتور عيشة spend holidays visiting European museum كانت بتزور المتاحف الأوروبية ويونيفيرسيتيز والجامعات and libraries وكمان المكتبات. دكتور عيشة died in 1998 at the age of 85. Her work which had taken up much of her personal life. حياتها ديت ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إذا still appreciated to dear وتقدر حتى اليوم. وشفنا فلورنس نايتينجل نقراها بسرعة. فلورنس نايتينجل was born in 1820 شرحناها into a wealthy family في عيلة غنية in Italy. But grew up and went to school in England when she was 17. لما كان عندها 17 سنة she decided that she wanted to be a nurse although بالرغم من her family didn't think that this was a suitable job for the young daughter. However, Florence's work in London hospital was so effective that the British government asked her to be in charge of the nursing of wounded soldiers abroad. After working in Europe, she returned to England and opened
the Nightingale School of Nursing in London, the first school of this kind. رجعنا كده على التكست المهم اللي في يونت 3، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هناخد exercises على أهم الفوكاب اللي في يونت 3. شكرا وإلى اللقاء.